أحبائي أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ختم النور. النص اللي هنتأمله مع بعض النهاردة هو نص البشارة لوقا 1:26-38. هذا النص الرائع، المشهد الرائع بيقول لنا إيه؟ إن الله بيأتي بيرسل ملاكه جبرائيل إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة لعذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسمه العذراء مريم. لما بيدخل إليها الملاك بيقول لها: افرحي أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. الله بيرسل ملاكه جبرائيل إلى مريم. قلب الله اشتياق إن يكون مع الإنسان، إن يهب ذاته للإنسان، وبيوصل لمريم القلب المتطلع إلى الله، المرأة المنتظرة الله في الصلاة في الإيمان، اللي واثقة بكلمات الله اللي قالها على لسان الأنبياء، قلبها كمان حب واشتياق لله، نور بينزل إلى قلبها ولحياتها وبيملاها، وكلمات الله ليها: افرحي يا ممتلئة نعمة، الرب معك. لأن الرب معها بيملأها من النعمة، ووجود الرب معنا هو سبب الفرح. وكلمات الله لمريم هي كلمات لكل إنسان: افرح، افرحي، ممتلئ نعمة، الرب معك. الرب معنا بيعطينا بقدر ما ايدينا تقدر تتفتح لتستلم نعمته، لكن هو يريد أن يملأنا من نعمته. مريم بتتساءل: إلى أين يقودني هذا النور؟ ماذا يطلب مني هذا النور؟ إيه رد حريتي؟ إيه تجاوبي مع هذا النداء اللي بيأتيني؟ ورد الله لمريم: لا تخافي، لا تخافي، أنت جميلة في عيني، نلت حظوة في عيني الرب، تعطيني الحياة، تحملين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، ابن العلي يدعى، هو ابني، وهو في وقت الوقت نفس الوقت ابنك، بيشبه لي وبيشبه لك، بيأتي مني وبيأتي منك، هو ده الله معنا، كلمة منه، حياة تتجسد فينا، النور أقوى من كل ظلمة، النور اللي بينور حياتنا ويقودنا للحياة. لن نستطيع هذا من قوتنا، ومريم قالت: كيف يكون هذا؟ رد الله لمريم: لا تخافي، الروح القدس يحل عليك، الروح القدس يقودك للحياة، يملأك بالحياة. هيقولنا إليصابات نسيبتك هي اللي كانت تدعى عاقر، هي حامل في شهرها السادس، لأن ما من شيء يعجز الله. روح الله حياة، نور متدفق، حياة أكبر من كل تصور، من أي فكر، أكبر من كل صلاة ممكن نصليها. والله بيقود كل واحد فينا إن يعطي الحياة، إن يعطي ابنه للعالم، أن نعطي حياتنا، إن يسوع يتجسد فينا وما بيننا. ردنا اليوم مع مريم: أنا أمة الرب، ليكن لي حسب قولك. أحبائي، بنلتقي في حلقة قادمة مع خيط من نور.